ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفلوج جديد. وفلوج النهارده فلوج رقم 9. دلوقتي عند حمزه، ده لسه صاحي من النوم الساعه 7، هنفطر وكده، فهنادي على حمزه دلوقتي. حمزه فعلا مش واخد باله يا رجاله، احنا صلحنا الشنطه. المهم اللي احنا صلحنا الشنطه وهنبدا نشتغل. النهارده هنروح حديقه على البحر ونصور لكم تايم لابس وشويه شغل حتات كده حلوه، شغل عالي ان شاء الله. ان شاء الله فلوج مولع. الساعه 8:19 دقيقة. وانت بس اللي بتشوف الفلوج دلوقتي، اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد من الفلوجات. بعد رجاله ما خلصنا دلوقتي الفطار، فاتت طالعين نشوف زياد ما اعرفش بيعمل ايه. هنطلع نشوف كده بيعمل حركات جديده في الشقه. يلا خليكم معايا. الوقت اللي انا وبيعمل لون ايه ده؟ شايف ايه ده؟ ايه الحاجه اللي طالعه على الفلوج؟ انا عليه جامد جامد خالص. شايف كده هيصور بقى فلوج بيعمل لون؟ لا لا، اليوتيوب على طول. اليوتيوب على طول كمان صور. انا عندي اصلا قناه على اليوتيوب، فبنزل عليه. هتخسر عندي حته ازاي؟ طبعا احنا بنفكر نحطها هنا او هنا، باين معرفش على حسب. بص دي رسمه، باين رسمه بعدين. ده ايموشن، اللي هو الموشن ده معروف، هو بيحاول يظبطها. طب حد يثبتها بايده مثلا؟ نفتكر احنا اليوم ده يبقى حاجه ضمان. واليوم نعمل نقاش. يعني لا فاهم ازاي، حاجه جديده كده يعني. بيكون الفيو الرائع. فيو عامل ازاي؟ تجمع ده فيو منطقتنا يا جدعان. فيو منطقتنا، شايفين البحر؟ بصوا ده المنظر النهائي. طبعا احنا لسه صاحيين دلوقتي من النوم بعد الساعة بالظبط 11. انا روحت البيت انا واخويا، قلنا يعني عايزين ننام وكده، وزياد قال لنا لا انا عايز انام عشان اعرف اروح معاكم الساعه 1. ودلوقتي الساعه 1:15، الجو اصلا شمس، فكنا ممكن نروح على الساعه 2:30 كده عشان نكون الجنينه حلوه. طبعا احنا دلوقتي في النيل، انا وحمزه ولع الدنيا في النيل. شوف يا دار دماغي يا جدعان. شوف النيل عامة، بصوا المنظر اللي قدامي، والله منظر خرافي. ناقصكم مولع يا جدعان. هنعمل لكم هنا لقطات على المغرب كده، يعني على وقت الغروب هيبقى حاجه دار دماغي. نوريهم بقى لقطات. طبعا يا رجاله، بالمناسبه السعيده دي احنا يعتبر في حديقه قدامها نيل، وحتى بيجي كده على المغرب، معاه مراكب وكده احنا بنركب معاهم. بس احنا يتهيألي انا جيت الجنينه دي مره واحده بس، كان في العيد الكبير، مش فاكر والله العيد الكبير ولا العيد الصغير. بس عامه المنظر اللي قدامي والله خيالي وحاجه روعه جدا. احسن حاجه اللي مفيش اي حد في الجنينه، اللي قليل قوي يعني، مفيش اي حد في الجنينه خالص، هو انا بس انا وقرايبي. طبعا انا بشكر كل واحد دخل على الفيديو، اي فيديو اي فلوج اي حاجه انا بعملها،
بمناسبة اللي احنا جبنا 100,000 مشاهدة على القناة، انا بوعدكم ان شاء الله بفلوجات جديدة جدا، وده طبعا 100,000 مشاهدة بتخليني اني اعمل حاجات احسن واقوى واروح اماكن احسن واوريكم اماكن جميلة وتعيشوا معانا اللحظة وبس كده. شكرا لكم. احنا قاعدين بنشرب الحاجة الساعة، طبعا زياد احنا مشتركين في الحاجة الساعة يا جدعان اللي هي دي، وصودا ليمون اكتر وصودا اكتر، وهنا معانا حمزة وهنا عبد الرحمن وهو واقف معرفش ماله فيه. هلا والله عبد الرحمن. اسمعنا دلوقتي صوت سمكه، شكلها كده سمكه بتغرق، يعني وعدين بقى ازاي استنى حاجه. لا بصوا هنحاول نجيبها ان شاء الله، هنحاول نصطادها بس مش معانا الصنارة، هنصطادها بايدينا من المكان ده بالظبط من هنا. سمعنا صوت كده ما اعرفش ايه، صوت كده غريب. صوت كده كان صوت غريب، اكيد سمكه شرقت ولا حاجه. سمكه شرقت اكيد. في حوار، في حوار، فلازم بقى لازم نعرف ايه الحوار ده يا شباب دلوقتي. الصنارة ممكن نصطادها عشان نجيب بيطلع امتى دي. دلوقتي شكلنا هنلعب كوره الكوره مكامله ام 8 ونص. انت كده 8 ونص يلا كوره 8 ونص. بص يا اسطى مش شايفها في الكاميرا. بص يا بلال بسرعة بسرعة. يا الله دانو صغير خالص، ازيك عامل ايه؟ انا خايف تاكل الكاميرا. ولقينا جامع، لقينا جامع دلوقتي هنصلي في العصر. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. يلا ده المصيف بتاعنا احنا، ولا رحنا صيفنا ولا عملنا اي حاجه، بس ده يعتبر المصيف بتاعنا. ده مصيف والله لازم ننزل، بس عايز ايه؟ احنا بنفكر نعوم على فكره. احنا بنفكر نعوم. هو زياد هو بيقول لنا عايزين ننزل حمام سباحه. ايه رايكم نروح حمام سباحه في فلوج كيف؟ لا مش دلوقتي يعني، بعد اسبوعين. ايوه بعد فتره، ما مش دلوقتي يعني، بعد 15 يوم. بعد 15 يوم ننزل نسبح ونروح حمام سباحه ونعوم فيه بقى، يعني غير اللي نشوفه عندي. احنا قلنا لهم روحوا ابنوا الازازه شربوها في نص الطريق وهم جايين مش ساعه. واحد من عندهم. احنا اول فلوج من الستاند الجديد يا جدعان. شوف 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 حمزه بينا اهو. ده يا جدعان اول فلوج من الستاند الجديد. شوف بينا اهو ازاي الناس مستنيين. ايه لسه عايش انا قاعد من بقى روح ازاي يا جدعان. اوعى طبعا انا لسه حبيبي يا زيزو. فين يا جدعان ابو حمزه؟ لا انا على البحر يا جدعان اهو. يلا يا بنت هو قاعد على الشط يا عم. يلا خدني معاكم. شوف 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 يا شوف يا هزقك. والله يا شباب طبعا thank you.
بس كده الفلوج خلص، بس اسفين لو الفلوج قصير شويه او احنا ما اديناش المكان اللي احنا فيه حقه، بس المشكله اللي الموبايل عندي ما فيهوش مساحه كافيه. بس بعد كده ان شاء الله هنشتري كارت بقى للفلوجات بس ان شاء الله، وهنعمل الفلوجات كلها على الكارت ان شاء الله. وبس كده الفلوج خلص. كان معكم حمزه وزياد ومعكم عبد الرحمن، وكان معكم اي بي فيديو. سلام.